شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أسمعتم ذاك النداء خيرا هيا أجيبوا أتركوا التأخيرا هذه المساجد فتحت أبوابها والشوق سار في الفؤاد سعيرا هذه المساجد فتحت أبوابها الله أكبر الله أكبر والشوق سار في الفؤاد سيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر رددوا التكبيرا الله أكبر من جميع همومنا الله أكبر رددوا التكبيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا سبحانه فله المحامد كلها فالحمد لله العظيم كثيرا